يعني زار فريق الحوار والتقى بمعظم المكونات الجنوبية والشخصيات السياسية خلال العامين الماضيين وفي أكثر من بلد وفي الداخل أيضا، وتوج بالثمرة الأولى اللي هو اللقاء هذا الذي يتواجد ويجتمع فيه أكثر من 330 مندوب يمثل المكونات السياسية والمجتمعية وأيضا شخصيات اعتبارية ومستقلين. اليوم نحن على وشك الانتهاء من إعداد وإقرار الوثائق بعد صياغتها من قبل اللجان المكلفة المنبثقة من داخل القاعة. سيتم إعلان الوثائق، قراءة الوثائق بعد أن تقر إقرار تام من المندوبين الحاضرين من المشاركين من المجتمعين هنا في القاعة والمصادقة عليها والبيان الختامي والتوقيع من قبل رؤساء المكونات والمندوبين جميعهم. نحن نقدر، وهذا حق من حقوقهم أيضا، حقهم الديمقراطي. نحن أيضا كثير من الذين تحفظوا كنا متواصلين معهم، التقينا معهم، كنا على وفاق تام إلى اللحظات الأخيرة قبل إعلانهم التحفظ. نحن ننتظر والمتأكدون، نحن حرصنا مع الجميع، مع جميع المشاركين، وقلنا لهم يجب أن نخرج بوثائق تمثلنا نحن المجتمعين، تمثل المكونات الموجودة، تمثل الطيف الجنوبي بشكل عام، أيضا تمثل المكونات التي تحفظت.